السلام عليكم. احنا المغاربة ثاني اكبر شعب وكال في العالم. كتلقى واحد فاطر بالبيصارة مغدي باللوبيا ومعشي بالكرعين، في الصباح كيقول لك جاني بوغطاط ما نعش مزيان، وانت شويتي شويتي تجيك حرية البحر واكل فيلم ديال الخلية. انا كيسالي معايا داك اللي كيقول لك هادوك الشينوا كياكلوا الجراد ياع، وجيب شي شينوي وجلسوا معانا كنضربوا الراس مبخر. كتلقى الراجل كياكل ولده كيقول لي با عطيني العين عطيني. كيقول لي عطيني العين با، كيقول لي وكل بلي من اللي ياكل معاك الشيطان، الشيطان ما لقى ما ياكل. وي وي ولكن حنا القصره بوحدنا، واش كاين شي عرس في العالم كيداروا فيه ثلاثه الماكلات؟ انا والله الا حضرت واحد العرس حولي معمر بالكفته والكبده، واحد حدايا ما فهم والو نص ساعه هو كياكل قال لي شنو داكشي اللي داخل، قال لي باش معمر، قلت لي معمر القدافي راه معمر بالكبده باش معمر. واحد الوقيته قال لي واش تاكل اللحم؟ قلت له علاش كدير؟ قال لي كناكل الداخل، قال لي حيت حنا في الدار كنعمروا الفلفله بالروز ما كناكلش فلفله. وكتشوف واحد الظاهره عندنا في المغرب في العزو، انا وحدي تلاقيت معاهم ثلاثه المرات في كل مره في عزو، حتى وليت كنعصبهم من العائله. واحد قلت لي خويا بغيت نسولك انت كيفاش قضيتك؟ ديما كنشوفك. قال لي حنا عندنا جمعيه سميتها انا لله وانا اليه راجعون. قال لي فين ما كان شي عزو؟ قلت له شنو شي ديروا في العزو؟ قال لي كنمشيو نباركوا. قلت له وكتبعوا الكنازه؟ قال لي لا كنتبعوا التريتور. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور الزوين اللي حاضر معنا اليوم. اليوم غيحضر معنا واحد الضيف فنان مغربي كيغني واحد لو ستيل ما بين اش نقول لكم؟ ما عرفتش كيغني. المهم 1983 في مدينه ازيلال، الفنان ديالنا دقات فيه الشوكه ديال الموسيقى وبدا كيتعلم العزف وهو عنده 7 سنين. من بعد انتقل لمدينه جديده وكون فرقه سماها مازاغان في 1998. ضيفنا بقات الموهبه ديالو كتكبر 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 حتى ولا كيعزف على بزاف ديال الالات، الجيتار، البيانو، العود، الموندولين، لوتار، الدربوكه، لا باتري، لا باس، الهارمونيكا، الحاصول، غير هو بوحدو فرقه موسيقيه. الاباس. لاباس الله يحفظك اخويا. ماشي معاك. الاباس هي الاغنيه اللي تشهر بها مع مازاغان وداروا اغاني كثيره بطريقه الشعبي جروف، ولكن في 2014 قرر الفنان ديالنا يكمل بوحدو ودار اغنيه عجبت الناس بزاف اللي هي ايوا. عرفتوا شكون معنا اليوم؟ عيس. مرحبا بسي عصام. بارك الله فيك. نهار كبير هذا. نهار غليظ هذا. غليظ كاع. سمين هذا. دي جي اعطيني عفاك الديسك اللي دخل عليه. ناري كنتي بين يديا وخليتك تطيري. طيري طيري. جوج مرات هي كت علاش هذيك القضيه والله الا ديما كنسمعها وما كنفهمش علاش. ناري وكنتي بين يديا وخليتك تطيري طيري 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 طيري. مرحبا بعصام كمال. بارك الله فيك. سي عصام انت المغني الوحيد في المغرب اللي عنده جوج سميات. بصح المغاربه المغاربه ما عارفينش سميتك من كنيتك. عصام كمال. عصام كمال. حنا على الحاله المدنيه ديالك. اه حنا على الحاله المدنيه ديالك. فين عند الوالده؟ هي شوفها قول لي واش هي ولا ماشي هي؟ اسم الشخصية عصام كمال اسم عائلي بدون. سي عصام حنا نبغيو نعرفوا الجمهور يبغي يعرف اليوم حصريا في رشيد شو شنو هي شنو الاسم ديالك الشخصي؟ عصام. عصام. عصام الكنيه هي كمال. دونك اليوم غنبدا نعيط لك عصام. عصام. تيتغلطوا الناس في هذه القضيه ما تعرفوش سميتك من كنيتك ياك. سورتو الاساتذه فاش كنت كنقرا صغير ديما تيعيطوا لي كمال وكنت كنتعصب. لان في العائله الا عيطتي كمال غادي اختي وخويا كلشي غيجي. كلشي. سي عصام انت تزاديتي في 27 فبراير.
من برج الحوت. ياك شمنها بالضبط؟ شمنها. وبما ان عزيز عليا السردين، نقدر نقول السردين ما تيتزبقتي. تزاديتي في الدار البيضاء؟ اييه في الدار البيضاء تزاديتي. تزاديت في الدار البيضاء في رشيد شو تزاديت. لا انا من مواليد، من مواليد مدينه ازيلال. ازيلال في النواحي ديال بني ملال، مدينه جبليه من الاطلس، تما فين خلقيت، ولكن كبرت في مدينه الجديده من بعد. دابا انت عصام اللي في الميدان الفني، وتبارك الله اللي متالق وعطيتي بزاف في هذا الميدان. دابا انت دخلتي في الميدان ديالو بمشاكله بايجابياته بسلبياته، واش ولدك تبغي يدير الفن؟ صراحه الا بغى يدخل الفن ما نمنعوش صراحه، ولو انني نفضل يدير شي حاجه اخرى، ولكن ما منعوش بشرط واحد. تفضل. بشرط واحد، انه اي حاجه دار، يعني كان في الفن ولا في السياسه ولا طبيب ولا محامي ولا طالب معاشه ولا، المهم يديرها باتقان ويديرها. علاش قلتي نفضل؟ ها؟ علاش قلتي نفضل؟ لا لا ما بغيش يعاود يدخل هذا نفس الميدان اللي انا عارف اللي ما عرفكش في الميدان، عارف لي غواج ديالو، عارف المشاكل اللي فيه، عارف الحوايج الزوينين اللي فيه هما قلال. ما نبغيش الحوايج الزوينين قلال. بيان سور. دونك كاين سلبيات كثر. بيان سور. ما كتبقاش عندك حياه شخصيه، هذه اول حاجه. واحد. يعني غير هذه بوحدها يعني راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. يعني صعيبه. كتولي عايش للناس. كتولي عايش للناس، ما نحققش تكون مغوبش وكاعي، ولا يعني ضروري خاص تكون ديما مبتسم للناس، ديما كتستقبلهم، اللي بغى يتصور، اللي بغى هذا، حاجه عاديه. سي عصام، كنت كندير معك واحد الانترفيو. وسولوك قالوا لك في واحد الراديو، قالوا لك ولدك واش تخليه يبغي يكون فنان بحالك؟ جاوبتي واحد الجواب غريب. نشوفوا الجواب ديالك واعطينا التعليق من بعد. يلا ان شاء الله. الا كانت عنده واحد الروح موسيقيه تعاونه تخليه يمشي. بيان سور. انا جي با دو بروبليم، يدير اللي بغى يدير، غير il faut faire bien les choses. D'accord. يكون اللي شي يكون شفار، غير شفار مزيان، ما يدخلش يشفر، ما يدخلش يشفر ويضرب مالين شفر، وما حتى واحد ما يسمعك. ما تاديتش شي واحد. لا 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 ما بغيناش. تبارك الله على السي عصام. يشفر وما واحد يشفر فيه وفيه. يشفر بادب. كاين اللي تيدخل تيشفر. عرفتي واحد القصه كنت سمعتها. هذه المزحه درتها باش تضحك. درتها بيان سور باش تضحك، ما بغيتش يكون الناس يفهموا الشفره بانها راه ماشي مشكل، انا ولدي شفار. شوف على على غير على سبيل النكته، على سبيل النكته اكتشفت شحال هذه، واحد لاختيك قريته في لابريس، على واحد الشفار في تونس مشى دخل واحد الدار بغى يشفر، ولقى الناس الغاز مطلوق، وكانوا غادي يتفرق على البوطه ويصدق سد عليهم الغاز وعتقهم خرجهم، كان من يسخفانين جبدهم. وكان باغي يشفر لان عنده شي واحد مريض، بغى يشفر الفلوس باش يمشي يخلص ليه العمليه، صدقات العائله فاش عتقهم وهما خلصوا ليه العمليه وتسامحوا معه. دونك عتقهم في الاخر. عتقهم. شفر حنين. شفر حنين. بروفيسيونيل. تخيل معايا دابا تلاقى مع شي شفر يقول لك الله يخليك، واش ممكن تعطيني الهاتف ديالك النقال؟ هذا في شي فيلم مغربي. لا ارجوك 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 اعطيني هاتف. وقف ولا نطلق عليك الرصاص. لا وقف اعطيني البسطان. كانت واحد الوقيته هذه اللغه في الافلام المغربيه ديال ارجوك اعطيني مفاتيح السياره. ولكن تخيلي تتلاقاك بصح الشفار ويهضر معك بحال هكا بادب. فعلا تلاقاني شفار ولكن ما هضرش معايا بحال هكا. هضر معك. عمرك تكريسيتي؟ تكريسيت. دوماج عندي شويه ديال الحياه، كون ما كانش كانت غتبان لك لاطراس ديال واحد الضربه بالموس. كنت غادي تنهضر في التليفون بالليل وتلقاني شفار في الدار البيضاء في شارع يعقوب المنصور، وواحد الصديق ديالي كيسكن في هذيك النواحي. فاش سمعت انا الصوت قال لي راه داك التليفون، هذا الصوت هذا دابا راه داك التليفون. ولكن صحابو صاحبي كيتفلى معايا، ما عمري تكريسيت في حياتي. دونك قلت لي كيفاش ويدي لي. كنتي معروف ديك الساعه 2008؟ مازال يلاه الاغنيه ديال الاباس بدات كدير شويه ديال تكون معروف، تيكون ميلي البصيره. بيان سور. لا حول. وسي فغي مادام ترجي هذا الموضوع، انا كنبغي زعما نقول لا حول ولا قوه الا بالله، لان واحد السيده معنا في ليكيب فريق العمل ديال رشيد شو، يلاه تكريسات هذه تقريبا شي جوج ديال الاسابيع وضربها الشفار هنايا. الله. ونتمناو ليها الشفاء العاجل. امينه الرياضي اللي حتى هي يعني تعرضت نفس الموقف وحيد لها التليفون رغم ذلك ضربها. انا كنستغرب لهاد الناس كيفاش قلبهم داير بحال هكا، وانه بعض المرات تقدر ما تشدش معاه انت ويضربك.
يقدر يكون قرق، يقدر يكون كان شي حاجه الله اعلم، كاين اللي خارج بقناعه واحد الحقد واحد الغل اجتماعي على واحد الطبقه اجتماعيه، الفقير تيحقد شويه على الغني وباغي ريكوبيري منه شويه من الرزق ديالو، هذا غلط. حنا ما هادشي ما هو في القيم ديالنا ولا في الدين ديالنا ولا في الثقافه ديالنا المغربيه، يعني تنتمناو هادشي ما يبقاش ان شاء الله. قلتي بعد الحوار ديالك عصام بانك انت كتكره شحال هادي، قلتي بانك كتكره تماما الطرب الشعبي. وفعلا فعلا عرفتي في الفتره ديال المراهقه الانسان تيكون تائر، تائر على ثقافته، تائر على والديه، تائر على اي حاجه سميتها السلطه، اي حاجه سميتها تقاليد، اي حاجه سميتها ثقافه مغربيه شعبيه. يعني كنت فعلا كان واحد النفور، وكنظن مازال هادشي كيعيشوا المراهقين دابا. كنت سورتو توجهت للثقافه الغربيه، وكنت صنت الموسيقى الغربيه، جو كوكر، بوب ديلان، والشعبي كنسمعو تنقول محبسوا لنا هادشي. الوالده ديما كتقلق مع زلايا الشعبي يعني. ولكن سبحان الله مع الوقت فاش بديت بروفيسيونيل الموسيقى عاد فهمت علاش الناس كيحبوا الشعبي، ولقيت بانني تقريبا حافظ جميع الاغاني الشعبيه بلا ما نعيق، داكشي تيسري في الدم. وقلت علاش زعما هاد العقده هادي، يتخلص من هاد العقده. واش اختيارك للاغاني الشعبيه فعلا هو يعني ناتج عن حبك للشعبي او يعني عشقك لهذا اللون، ولا درتيه لانه كيبيع في الفلوس؟ زعما زعما انك الا درتي اغاني فيهم ريتم شعبي كيقدر الاغاني ديك تنتشر بسهوله. هو في الاول درتو مع المجموعه ديالي بواحد الطريقه اللي كانت جديده، ما كانش مقبوله في هذيك الوقيته كاع، ما كانوش الناس كنا كنبيعوا الشعبي جروف. كنا الشعبي جروف، يعني باش كدير الشعبي مع الروك ولا مع الريغي ولا مع الصلصة ولا ما كانش واحد الحاجه. كدير اش كدير؟ ها؟ كيفاش اش كندير؟ سي كمال سي عصام، دابا حيت في الاول بغيت نقدمك وقلت لهم معنا واحد المغني وهذا مشهور كذا كيغني واحد اللون وما عرفتش شنو هو، حيت انت كدير كل شيء، فاش كتصنف راسك؟ اش من لون كتغني انت؟ شوف انا ضد انني ندير لراسي حدود، وضد ان الفنان يحد راسه بواحد ستيل ولا بواحد اللغه ولا بواحد، يعني ممكن تغني الا كنت متمكن من اللغات ومن هاد لي ستيل كاملين ممكن دير. انت غنيتي الراي وغنيتي الشعبي وغنيتي الروك وغنيتي الريغي، انا بغيت ندير معك واحد اللعبه اخويا عصام كمال، هو انني بغيت نعطيك بعض مقاطع اغاني شعبيه من التراث، بغيتك تعطيهم ليا، نجيب لك لا جيتار ديالك، بغيتك تعطيهم ليا بشكل اخر بتوزيع واحد اخر. ارتجل بسم الله، تصفيقات على عصام كمال. غنحاول غنحاول بيان سور. اي ديسك غادي تلقوا لك دي جي افرو غادي تسمع المقطع وغادي تحاول تعطينا نفس الاغنيه بتوزيع واحد اخر. تكيس على اخوك، تكيس على اخوك، تكيس قال لك شي حاجه دابا قيس. يلا انا معدام قبل الحر ليا حل يا وليدي، وانا معدام خايفه حبيبي لا يمشي. سير غتغنوا معايا سهل، غتقول يا وليدي يا وليدي، انتوما تردوا يلا. انا بعدام قبل البحر لا يرحل، انا بعدام قبل البحر لا يرحل، انا بعدام قبل البحر لا يرحل، انا بعدام قبل البحر لا يرحل. ما عندي ما يتسال، تسمح لنا الحاج رحمه الله يتكرفصنا عادي، حنا تنضحكوا وتوزيع واحد اخر. سير نسمعوا الثاني. يا سلام، واخا العلوى خصها الكمان جا. فكرتيني فاش كنا صغار كنا تنديروا واحد الطاغودي ديال العلوى باوتيل كاليفورنيا. عطيه لنا بوتيل كاليفورنيا مزيان. وليدي الغادي العلوى تعال نوصيك بعدا، إلى لحقتي سلم العلوى لا تكلم، كيسو كيسو كيس
علو تولاد الخميس يا حم محمد الخميس البني المداريس ايه برادي 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 من معدن ايه يا المحبة بالخطر ماشي بيدك يا رشيد وليدي يا مادي علوان. برافو عليك. تالت السماوي الله يداوي كيما جاتك تخلطت غلط في لي باغول هنا مسامحينك ديجن الغابة كمالين الواد السماوي الله يداوي يا رجال الغابة كمالين الواد السماوي الله يداوي اي هلا البوجور ديالك ها برافو عليك ما عندي ما يتسال قبل علينا خويا ومني قدرتي انك تعاود اللحن وتعزف في نفس الوقت راه شابو 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 ديالك نشوف داك الشابو هذا يا سيدي سيدي يا سلام هكا شكرا سكوت سكوت ناري وكنتي بين يديا وخليتك تطيري طيري طيري بارك الله عليك اسم نعم كما كيعرف المشاهد انك انت بديتي في الاول مع فرقه مازاغون ياك جا واحد النهار تفرقات المجموعه فرقات المجموعه عصام كمال ولا بوحدو هذوك الناس اسوا فرقه بوحدهم بصراحه عصام قبل ما ندخلوا في الحيتيات شنو سبب الانسحاب ديالك بزاف ديال الاسباب صراحه بزاف منهم شي حوايج عندهم علاقه بالموسيقى ومنهم شي حوايج عندهم علاقه بالحياه الشخصيه موسيقيا صراحه ما بقيتش لاقي راحتي لان فعلا خدينا التوجه ديال الاغنيه الشعبيه ديال العصرانه ديال الموسيقى الشعبيه وهذا والحمد لله تنظن نجحنا فيه والله اعلم وانا صراحه ما بغيتش نبقى غير هذه غير في هذيك الطريق بوحدها لان كاين حوايج اخرين كنت كنقول ومازال تنقول ممكن نقدم شي حوايج اخرين للجمهور المغربي وتنظن مثلا اغنيه دنيا دليل على هذا الشيء وكاين اسباب اخرى هي اولا الحياه الشخصيه ديالي ما كانتش صافي ديال ما كانتش يعني كان عصام كمال كيساوي مازاغون ما عنديش شي انشغالات اخرى ما عنديش عائله ما عنديش وليدات العائله ديالي الام ديالي والاب ديالي ما تنشوفهمش بزاف لدرجه انه واحد الوقيته لقيت راسي بدون حياه شخصيه بدون استقرار 30 سنه كانت في عمري دابا عندي 32 سنه كانت 30 سنه في عمري مازال ما مزوج مازال ما عنديش وليدات مازال حسيت براسي اون غوطار دونك بغيت ندير واحد ستوب تزوجتي من بعد ما تفرقتي مع الفرقه فاش اتفقت مع الفرقه باش نفصلوا في هذيك الوقيته ما بين الاتفاق باش نحبس والوقيته اللي انفصلنا كنت تزوجت انا دونك انفصلتي من الفرقه تزوجتي اه انفصال الارتباط طلاق زواج شكون اللي صعب وكل حاجه اين ارتباط صعب ارتباط مع الفرقه ولا ارتباط وباش كترتبط شكون اللي فيه مسؤوليه اكثر سهله على انك ترتبط واحد سبعه ولا ثمانيه ديال الناس مجموعه من الناس نقدروا نفهموا بان يعني بغيتي تكون حر اكثر ديال راسك ياك اكزاكتومون واخا المجموعه سمعنا بانها ما كانتش راضيه على هذا الانفصال ما عجبهمش الحال بيان سور ما عجبهمش الحال لان فاش كتكون رئيس ديال واحد المجموعه ولا ديال واحد الحزب ولا ديال واحد الشركه ولا ديال واحد هذا وكتبغي تاخذ لا غوتريت ديالك تنفصل يعني هذوك الناس اللي في هذيك لو غروب تيبداو يسولوا شنو المصير ديالنا شنو شنو غادي يوقع لينا من بعد فهمتي يعني كيكون واحد التخوف سورتو فاش كتكون الموسيقى مثلا اللي كانت جامعنا كانت هي مهنه عاوتاني كانت الناس كيسترزقوا منها تفرقتوا بتراضي ولا ما ولا لا هو بتراضي تراضي حيت سمعنا بان كاينين اعضاء في الفرقه اللي ما كانش عاجبهم الحال وداروا معك قطيعه
كاين شي اعضاء اللي ما بقاش عندي معهم اتصال صراحه، ولكن كاين الناس اخرين اللي مازال زعما خويا ما عندنا حتى شي مشكل، كاين اللي تقبل، درجه التقبل اختلفت من شخص لاخر، وهذا الشيء اللي وقع. هما كاين اللي قال كاع بان عصام بغى ياخذ مسار بوحدو باش يبان بوحدو، بحال لا بغى يقطع علينا طرف الخبز. المهم دارت هضره بحال هكا، واكيد انك سمعتيها. دابا نسولك رشيد، واش عصام ولا يقطع طرف الخبز ديال شي انسان؟ لا ماشي عصام كامل، انا كنت سمعتي هاد الهضره ولا ما سمعتيهاش بصراحه؟ هاد الشيء سمعته سمعته وجا في ودني شحال من مره، ولكن ما تنعيش واش اهتمام، لان هاد الشيء ماشي صحيح اولا، وثانيا راه المجموعه مازال مستمره ومازال كتشتغل، يعني ما كاين حتى شي مشكله، حتى واحد ما تقطع له رزق. فين كيحس براسو اكثر عطاء عصام؟ مع المجموعه ولا دابا؟ لا بيان سور مع المجموعه، لان يلاه بديت دابا الكارير سولو، مازال ما عطيتش كل ما عندي، مازال عندي اغاني كثيره مسجلها، مازال ما صدرتهاش، ما شافهاش الجمهور، يعني مازال ان شاء الله الجديد. انا بغيتك تسمعنا دابا شي مقطع من الاغاني القديمه. شنو هي اكثر اغنيه شحال مع مازال تسمعها لي بلا جيتار؟ بلا جيتار؟ اي تنظن كانوا جوج ديال الاغاني، كانت اغنيه الاباس والاغنيه الثانيه هادي غنخليها حداك باش ما نبقاش نجبد هاد من الجيب. الاغنيه الثانيه كانت هي لو ديو اللي درت مع خالد، ديما لاباس. ديما لاباس ودرنا يا لاباس. لاباس لاباس حتى عجبني لاباس يا لاباس. حبوا الهوى معذب شي ناس، معذب شي ناس، كون معذب الله اعلم. المهم احنا خدينا كلمات يعني التراث يلي معروف. التراث يلا غتغني معنا هيك. اه لاباس اي لي لاباس، لاباس حبوا الهوى معذب شي ناس. اه لاباس اي لي لاباس، يا لاباس حبوا الهوى معذب شي ناس. يا بيضاوة اي لي بيضاوة، بيضاوة كيف تكون الدواوة؟ شيشاوة اي لي شيشاوة، شيشاوة كيف حكم الدواوة؟ يا رشيد اي هلا بس اي لي يا لاباس، يا رشيد يا لاباس كل وام عدبينا شينا. واحد النهار سيدي داروا معاك استجواب في اورو نيوز، طلبوا منك تهضر بالعربيه وتلفات لك العربيه، قلت لهم ما كعرفش نهضر بالعربيه. لا نشوفوا الفيديو. Vous parlez arabe ou en français? Français, arabe, tout ce que vous voulez, pas de problème. Comment vous expliquez le chabi, l'esprit de chabi? Le chabi, cette musique, on essaye de la sortir de nous-mêmes. Dans un nouveau. Enfin, j'arrive pas à parler tout le temps en arabe. بارك الله على فرنسوا هولوند. لقيتي بلي تشدني؟ لا لا انا راه كنشوفو كنبقشو فهمتي. مزيان كيفاش هربت لك العربيه ديك النهار؟ لا هو فعلا هاد الوقيته هادي كنت مازال يلاه خرجت من الخدمه ديالي اليبوك، كنت خدام في سونتر دابيل تنهضر النهار وما طول بالفرنساويه. سو كيفي ولفت بزاف الهضره بالفرنسي لدرجه انه سورتو في الهضره اللي بغيت نهضر على الموسيقى كتخربق لي الا هضرت بالعربيه شويه. مزيان. ولكن دابا الحمد لله هذا المشكل ما بقاش، يعني ممكن ندير لك شي عرض باللغه العربيه اذا حبيتي الدنيا يعني. مرحبا سيدي مرحبا. وسمعنا بانك غنيتي اغنيه اخرى على السي عبد الاله بن كيران. وكان قال لي ماشي على السي عبد الاله بن كيران اللي قال لك السي انا سمعت عليه خرجتها مع الحمله الانتخابيه. لا هي سبحان الله الاغنيه كنت كتبتها شي عام قبل ما نعرف باللي كاين واحد السيد سميتو السي عبد الاله بن كيران وواحد الحزب سميتو مثلا العداله والتنميه، ما كنتش كنعرفهم كاع بتاتا. واحد العام قبل كنت كتبت هذه الاغنيه، وكتبتها لان جاتني واحد الفتره ما كان عندي حتى ريال، وقبل من هذه الفتره كان لاباس يعني عندي بزاف ديال الفلوس، وهذه الفتره ما فيها حتى ريال، وانا كتبت هذه الاغنيه لان غنيت فيها على الحاله ديال الانسان كيفاش كتبدل. عبد الاله الرزق تيمشي وتيجي. الكلمات اللي فيها عبد الاله هو حنا كلنا عبد الاله زعما. الكلمات اللي فيها ليام تدور والسوايع بداله، يا مولى المال
لا يغرك لمان كنت بخير وليتي في حالة الرزق يجول ديما جوال. عبد الإله بن كيران بغي يهضر معك. تكلم. أوعد السلام عليكم ولدي عصام كمال تبارك الله عليك الشاب خالد غنى على عائشة وسميرة حميد الزاير غنى على لالة فاطمة وانت غنيتي على عمك عبد الإله أبغيت لك الرضا والحلوة المقرضة هاد الأغنية راه دائما كنديرها في الطوموبيل وبغيت نقول لك واحد الحاجة راه ملي كتوصل وكتقول يا عبد الإله كنزيد في المسجلة على جهدة باش يعرفوني راني دايز. تحية للسي عبد الإله بن كيران وهاد القضية راه زعما قال لك عجبات وشنو بالك أنت؟ هو فعلا بزاف ديال الناس كيحسبوها غنيت على السي عبد الإله بن كيران وأنا يحصل لي الشرف زعما نغني على السي عبد الإله بن كيران اللي تيجيني أشهر رئيس حكومة في التاريخ ديال المغرب زعما سيتي اون ستار بوليتيك تبارك الله. واحد النهار دزتي في الأخبار ديال دوزان مع الزميل جاد أبردان وفي الأخبار السيد غنى معاك ما عرفتش شنو وقع واش غنى معاك ولا درتي لي شي حاله السيد هرب ليه الصوت اول مره كنشوف جاد بردان بلا صوت اخويا جاد ما ديش عليه شوفوا الفيديو تفوقتي عليا اليوم بهذا الصوت ديالك انا نتمنى المشاهدين يحضروني على الصوت اللي ما بقاش ليش وتنسلموا على السي تحيه للسي جاد هو فعلا كان هذاك النهار مسكين كان صوته ضارو كان مريض كان مريض مروح وضربوا البرد وجا لا سمعت غنى معاك الكورال وبححتيه ايوا شرف كبير ليا تحيه لجدة بردان. عندي واحد السؤال سي عصام فاش ما كتكونش خدام كتكون في الدار في دارك ما عادش كتخرج كتقدر تخرج بالليل تنخرج بالليل تقريبا اين ساعه كتخرج ماشي معطل بزاف نقول لك 7 8 ما عادش كتدخل الدار 12 ونص الوحده علاش فاش كتعطل كتاخذ لوتوريزاسيون عند المراه ولا لا لا كنخرج غير المراه هاك بوحدك لا بوحدك لا لا صرا غير تنخرج بوحدي بعض المرات الا كانت عندي شي سهره ولا شي حاجه بعض المرات ما كتمشيش معايا ولكن غالبا انا والمدام مع عندنا الوليد باقي صغير تنحاولوا نخرجوا بالليل شويه معطل مع المغرب باش ما تضربوش الشمس تنخرجوا نجيبوا شي دويره بالليل وتندخلوا حيت سمعت شي هاد اليوم تيفكروا انهم يخرجوا واحد القرار ديال ان الراجل ما يقدرش يخرج الا بتصريح ورخصه من المراه ديالو مورا 12 الليل اش بالك في هاد القرار والله يعز الحكام الله يعز الحكام انت مع هاد القرار ولا ضد انا ضد حظر الحريات ديال اي واحد كيف ما بغى يكون لا امراه ولا راجل نهائيا يوا نشوفوا الناس واش مع ولا ضد في هاد الميكرو تروطوار ونتلاقى انا ضد هاد الفكره je pense que l'homme est libre de sortir quand il veut il n'a pas besoin d'autorisation de la femme pour sortir après minuit ايوا الا كانت الثقه ما يحتاجش ياخذ رخصه من عند المراه ديالو هذا كيرجع للثقة بيناتهم ميزي المرا ولا كسبت بعد راه ما كاينش راجل المرا ديجا ولا حنا انا تنخدم الليل انا شنو نقول ناخذ عندها توريزاسيون باش نخدم خاصو ياخذ رخصه من مرتو باسكو سي لا موتي دو سافي هذيك ماشي هو معيش غير بوحدو دونك عنده اون ريسبونسابيلتي ومرتو واخده اون تري غون بارتي دو سافي الراجل من حقه يخرج وقت اللي بغا وغي غي غي يبقى في 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 الاحترام الزوجه ديالو هذا يكون مزيان علاش باش تولي الوقت مرض ما يمكن حيت الشادي مازال يخرج مورا 12 ما بقى ما يدير على الخطر اجباري ياخذ قبل ما يخرج ياخذ بيان سور مالو واقع عايش بوحده مالو واقع عايش بوحده مالو واقع عايش بوحده انت عصام كمال عمرك ما تحسي في هذا لوكا ديال انك خارج بالليل
قالت لك المراه مثلا فين غادي ولا ما تعطاش. وانا تيجيني صراحه من باب الاحترام الا كان الراجل خارج بالليل، راك عارف الخروج بالليل كيجيو مشبوه وكيجيو موراه شي تخيلات وشي هذا، سورتو المراه كيمشي الخيال ديالها بعيد. يعني من باب الاحترام تقول لها راني عندي واحد الغرض وفين غنمشي ولا اولا يلاه معايا، تكون ترونسبارونس، تكون ترونسبارونس هذا هو اهم حاجه. سولوك واحد المره بمناسبه عيد الحب، سولوك قالوا لك شنو هو اول حب ديالك؟ نشوف الجواب. اول حب ديالي القصعه، كنموت على القصعه ديال الكسكسو، كنموت على القصعه ديال الكسكسو، كنموت على القصعه ديال الكسكسو. انا كاين شي مغربي ما كيموتش على القصعه ديال الكسكسو. كتموت على القصعه ديال الكسكسو؟ بيان سور، بسبع خضاري. وسولوك في عيد الحب على اول حب قلتي قصعه الكسكسو. والحب فيه وفيه اخويا، انا تنحب مراتي، كنحب الوالده ديالي، كنحب وفي الماكله كنحب القصعه ديال الكسكسو اخويا. شنو فيها؟ تبارك الله عليك. شوف داك الشيء علاش وجدنا لك اليوم كلمات اغنيه حب القصعه. يا سلام. هل تقراهم وقول لي رايك بعدا. يا بسم الله. انا سمعنا. يا القصعه راني نبغيك، نحبك انا ونموت عليك، نبغيك انا بسبع خضاري وفي الجمعه ما تخطاي داري، ولا ما داروكش ناري ناري، نقلب عليك حتى عند جاري، نكور ونلقم نوصل للقنة، نكور ونلقم نوصل للقنة، حيت تما فيك كاين البنة. يا القصعة يا محبوبة قلبي، راني نبغيك وما قدرت نخبي، يا القصعة راني نبغيك نحبك انا ونموت عليك. والله تتغني سقاص على رشيد، شريك سبع الكلمات هذه، غنيها لنا بشي دي. يا القصعة راني نبغيك نحبك ونموت عليك، نبغيك بسبع خضاري في الجمعة ما تخطي داري، يا القصعة راني نبغيك نحبك ونموت عليك ما تخطي داري، حبك أنا ماري وإلا ما داروكش ناري ناري، نقلب عليك عند جاري. ولا جا كلمة صعبة صعبة شي مشكل، قلبك عند جاري سير، وإلا ما داروكش ناري ناري، نقلب عليك عند جاري، نكور ونلقم نوصل للقنة، يا القصعة فيك البنا، القصعة محبوبة قلبي، راني نبغيك ما قدرت نخبي، يا القصعة راني نبغيك نحبك ونموت عليك. شوف هادي غدير معايا كادو ليا، بغيتك تسجلها ليا تا تكون مسالي وصيفطها لي. صافي صافي، بقى عندي في رشيد شو، خلا ذكرى عندي عندي ما تسالك. القصعة هي طيحت واش ما كاينش شي واحد فيكم ما كيبغيش القصعة هنايا ولا شنو؟ كتبغيو القصعة ولا لا؟ الثقة على القصعة. على هاد القبال مرتي كتكون كتغير من القصعة؟ لا، مرتي كتصرع القصعة، كتصايب كسكسو دكالي. وصراحة المدام ديالي تعلمات لها فاش تزوجنا، اييه ما عمرها صايبات كسكسو قبل، ولكن فاش صايباتو نقدر نقول لك كان واقيلا أحسن كسكسو كليتو. يا سلام. تحية للزوجة ديالك عصام كمال. واحد الشابو قري ولا كحل مخطط شفتو انا تقريبا في شي 100 باساج مشهور، عطي داك الشابو مشهور اكثر منك. غادي نشوفوا واحد فيديو ديال شحال من مره شفناك بداك الشابو، شنو علاقتك به وشنو السر؟ فيه شي قبول، فيه شي حكمه؟ الله اعلم، غتجاوبنا عليها من بعد هذا الفيديو. ريجين تعليم عالي يعني كلهم واحد المستوى تقريبا التي انطلقت طبعا اليوم بهذا الصوت الصدق مثلا على الفيسبوك ولا على الانترنت. المستملحات اذا في ديالك اللي كان في تبارك الله كان ما شابر ولا يسد البيبان. كيفاش قصت هذا الشابو؟ هذاك الشابو سيدي شريته في شهر العسل، كنت انا والمدام في فرنسا في مدينه نيس،
وكنا خدينا دو شابو، هي خدات واحد وانا خديت واحد. ومن هذيك النهار بديت كنلبس الشابو، ما كنتش كنلبسو بزاف قبل، وولات عندي بليه سورتو مع خو كيقرا ما بقاش عندي الشعر وليت كندير الشابو. المشكل اللي لقيت هو هذاك لا فورم ديال الشابو اللي كتجي مع راسي، ما بقيتش لقيت بزاف هنا في المغرب. بما اني ما بقيتش عاود خرجت على برا من ديك النهار، ما شريت شي شابو اخر حتى مؤخرا. انا عند بالي هذاك الشابو كانت عنده علاقه بالحسانه. علاش زعما الحسانه؟ حيت نهار ربيتي الحيه بدلتي الشابو. شوفوا كل وقت اذان، وتنتمنى ان هذه الموجه تدوز دغيا، لان انا متيقن هي موجه وغادي تدوز ان شاء الله. هذا الشابو نهار ربيتي الحيه تبدل الشابو. كاين شي قضية هنا ولا غير جات؟ لا غير مصادفة، غير مصادفة. صدفة. أنا ندير معك واحد القضية. هذا الشابو الثالث اللي شفت عندك دابا. سمعت أن ماريوك تبارك الله عامر شابوات. غادي ندير معك واحد اللعبة زوينة. غادي نجيبوا واحد البورت مونتو وغادي نعطيوك دي شابو. وأنت خصك تشير ياك، وإلا جبتي الشابو معلق ديالك اللي علقتيه ديالك. سامخش. متفقين؟ يلا. غنعطيك غدير دقيقة ونص. بتحاول تعلق الماكسيموم ولا علقتي ديالك؟ اللي علقتو نعلق به. اللي علقتي نعلق به. صافي راه تفيقات على عصام. نبداو. يلا بسم الله. يلا. تعطيني انت وانا نسيب لي. انت غتسيب لي. يلا. فين قالوا لك وقف؟ هنا. هنا. يلا. ثلاثة، جوج. واش شجعوا؟ شوف. شوية ورك شوية. تهموك شي وحدينا عصام كمال بانك اغنيه ديال الدنيا اللحن ديالها سرقتيه من اغنيه اون باليس. خديتي اللحن؟ لا بلاتي. انا باش نوضح المسائل، ما حدنا في رشيد شو، هذه فرصه باش نوضح هذه المساله اون بون فوا بور توت، لان كثرات عليها الهضره بزاف. هذه الاغنيه هي اغنيه ايطاليه ديال واحد السيده سميتها نينا، وغنتها غنتها مغنيه اخرى سميتها كاترينا كاسيلي، وعاود غناها فنان فرنسي اسمه ميشيل فوغان اللي تشهرت بسميته. وهذا المغني نسبها لنفسه وقيدها بسميته في لي دغوا دوتور. وانا فاش بغيت نصدر اغنيه ديال الدنيا اللي هي مزيج ما بين هذه الاغنيه ديال ميشيل فوغان، وزدت فيها الالحان ديالي والكلمات ديالي، لان لو غوفخان ديال ويلي كنت بيني ديا هذا ديالي ماشي ديال ميشيل فوغان. يعني اتصلت بميشيل فوغان، اتصلت لميزون ديسك ديالو باش ناخذ التصريح لوتوريزاسيون باش نستعملها، يعني من باب الاحترام. ما غادي يمكنش لي ناخذ اللحن ديال واحد. عليها خديتيها؟ لا ما خلص عليها ما والو. اتصلت بالماناجمنت ديالو ورسلت لهم الاغنيه ديالي اللي هي دنيا بالكلمات مترجمه للفرنسيه، وما كان زعما شي اعتراض باش نصدر الاغنيه، وفعلا خرجتها. ولكن الغريب في الامر اللي وقع هو بزاف ديال الصحفيين كتبوا بانني سورتو فاش نجحت الاغنيه كتبوا بانني سرقت اللحن، وهذا باطل صراحه، وهذا ظلم وتعسف، وصراحه ما عجبنيش الحال بزاف، لان انا اعلنت مرارا وتكرارا في التلفازه في الراديو فين ما تمشي تنقول بهذه سيت اون ريبريز وماشي سرقه. هذا هو اللي كاين. نشوف واحد المقطع من الكليب ديال المغني اللي غناها. سي ان بو رومون سي اون بيل استوار. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. ما كرهناش نسمعوا الاغنيه اللي كيبغيوها المغاربه كاملين، نسمعوا منها مقطع هكا لايف من عند اغنيه الدنيا. دنيا اييه. الله يهدي. لا 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 لا
سمعوكم. وهذه حكاية فيها لا 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 وغنات الحب اللي بيا ما هوش حب الذات ديك الروح اللي فيا من السماوات ويني كنتي بين يديا وخليتك تطيري اتعالي ليا اجر الظلام يا دنيا وناري كنتي بين يديا وخليتك تطيري وناري ناري اتعالي ليا اجر الظلام يا دنيا يا دنيا الثقة على الجمهور زوين بارك الله عليكم. كنتي واحد الوقت مدير ديال احد مهرجانات المغرب اللي هو مهرجان جوهره ياك وفي واحد النهار كاين المنشط ديال السهره اللي كان يقدم سهره تعطل وطلعتي قدمتي في بلاصتو بصح فري الخدي سي فري سي فري والمنشط واش كاين هذا الخدي كيفاش تخيل دابا شي نهار انت ما تجيش نطلع نغني في بلاصتك انا جيت ناقصه شويه مرحبا هي اختفى هي لما خفتيش على راسك بزاف هي فعلا كنت في الخشبه اللي تبع المهرجان جوهره في مدينه البير الجديد وكان المنشط اللي معنا هو سي اسماعيل حجازي اللي كيعرفوا كاع المغاربه وفعلا تعطل واحد شويه والمنظمين بغاو يبداو السهره وكنت انا في هذيك الوقيته تما قال لي واش ممكن تعتقنا وطلعت زعما قدمت الفنانه اللي لبست الكاسكيطه ديال سي اسماعيل وسمعنا من عندك مع التنشيط يعني درتي تجارب ديال التنشيط شويه انا عطيك ثلاثه الصور ديال الفنانه الفنان اللي غتشوفه غدير ليه واحد التقديم قدام الكاميرا وغتعيط عليه والجمهور يصفق عليه صافي هذه كاميرتك يلا ومعنا الفنان الشعبي المحبوب والمنطقه الدكاله اللي كيصرع الكمال جا سي عبد العزيز ستاتي برافو الصوره الثانيه بغيتكم ترحبوا معنا بضيفة المغرب الفنانة بيونسي شاكيرا ما تنعرفهمش كيتخلطوا ليا اخبارك كيديروا نفس التقطيعه ديال الشعر نفس المكياج نفس هذا ماشي مشكل الصوره الاخيره اي 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 دابا راه غلطت مشيت فيها لا ماشي مشكل وصراحه اليوم كنستضفوا واحد الفنان كبير فنان اللي عطى بزاف التنشيط والكوميديا المغربيه فنان اللي زلزل البرامج الاذاعيه اللي جاب واحد الوقع جديد واحد البصمه جديده في التلفزه المغربيه الفنان رشيد العلالي شكرا بزاف عليا هادشي شكرا حشمتيني كي جاتك هذيك زلزل عجبتني زلزل انت من الناس اللي من الفنانين اللي داروا تصريحات وبينتي على واحد السخط على مستوى الاغاني اللي كنسمعوا سواء على مستوى الكلمات او على مستوى اللحن وكتقول بانها ولات كتشبه الاغاني ديال الخليج وهاد الاغاني المغربيه ما كتشبهلناش عدد من الاغاني ولات دون المستوى الاخلاقي وطلبتي من الملحنين والكتاب مراجعه الكلمات والرقي بالذوق الاجمالي واننا ما خصناش نبقاو كما قلتي كور وعطي العور هي الكلمه ديال السخط شويه كبيره شويه قاصحه لا 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 كل ما في الامر هو انني انا مغربي ومعتز بالثقافه ديالي ومعتز بالمغربيه ديالي ومعتز بالاخلاق ديال المغاربه يعني موسيقيا نكونوا كنشبهوا الخليج ولا كنشبهوا الامريكان ولا تنشبهوا الامريكا اللاتينيه هذا ما عنديش مشكل فيه بالعكس انا منفتح فيه لاقصى درجه والدليل هو انا عزيز علي نخلط ما بين الستيل يعني في الموسيقى ولكن في الكلام صراحه كاين حدود كاين اخلاق كاين قيم كاين تربيه كاين اطفال كيتصنتوا كيحفظوا هذه الاغاني يعني ما تنظنش هذه هي احسن طريقه ممكن نربيو بها الاجيال الجايه باننا نعطيهم واحد الاغاني اللي واقفه على الحدود ديال الاخلال بالاخلاق العامه كتشوف بان كاين اغاني مخله بالاخلاق ومخله بالحياء العام كاين اللي وصلت للدرجه ديال الاخلال بالاخلاق وكاين اللي وصلت في الحد يعني قالت اجيو نتيستيو الصبر ديال المغاربه نشوفوا فين غيوصل يعني هذه القضيه هذه انا ضدها
ملي نشوفك شي نهار مخرج شي اغنيه مثلا باش دير البوز واخا نعرف ما عندكش مع هذه كلمه البوز. والله اخويا رشيد هذه الكلمه ديال البوز هي اللي خرجات على الاغنيه المغربيه، لان الفنان باش يقول لك باغي يدير البوز ولا تيديروا بالتصويره ولا تيديروا بالتحسينه ولا تيديروا بالمشطه ولا تيديروا بالكلمه اللي ماشي في المحل ديالها. نشوف واحد التصريح ديالك اللي جر عليك بعض الانتقادات من شي فنانه اللي ما عجبهمش الحال. نشوف واحد التصريح ديالك ونتلاقاو. كاين واحد الازمه فكريه، واش هاد الكتاب اللي تيكتبوا الكلام ما بقاوش عندهم افكار؟ واش ولا الفكر ديالنا مسخ حتى للدرجه اللي ولينا كنديروا اغاني ديال الكباري باغي ندخلوهم للبيوت المنازل ديالنا؟ يعني تجيني حشومه صراحه. بغض النظر على شكون غنى ولا شكون كتب ولا شكون لحن ولا هذا، اون سون فو، نحاولوا ديما نلقاو داك لو كومبرومي، نرضيو جميع الاطراف، لان سورتو الى لبسنا هذيك الاغنيه بواحد اللباس شعبي راه غادخل للبيوت غادخل للمجتمع كامل غيتصنت ليها. ما كاينلاش زعما صراحه واحد الكلمه اخويا عبد القادر خرجات على الفن في المغرب، كلمه سميتها البوز. البوز كلشي كيقلب على هذا البوز، كلشي ولا تيقلب على البوز لدرجه انه ممكن يخرج عريان باش يدير البوز، ولا يقول شي كلمه ماشي هي هذيك باش يدير البوز، ولا يغني بشي طريقه ماشي هي هذيك باش يدير البوز. يعني هذا البوز هذه ما فهمتش. باش تقدر توصف واقع الاغنيه المغربيه اليوم وانت معانا عصام، الوضع ديال الاغنية المغربية زوين مزري ما كاينش معاه؟ لا انا متفائل. زوين 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 متاكد؟ دونك كاين تناقض في الخطاب ديالك؟ لا بتاتا، لا بتاتا، لان ما كاينش غير هاد الاعمال اللي هي خايبه، بالعكس انا كنشوف جوج ديال الحوايج. كنشوف اولا العدد ديال الاغاني اللي صدرات وهي كثيره بزاف، وعاد نشوفوا لا كاليتي كاين شي وحدين واحد 10% اللي ماشي تالي. دونك عندنا حنا ازمه اغنيه، ازمه فكر ولا ازمه اذواق؟ ازمه فكر، اما الشعب المغربي ذواق وتنظن الجمهور هذا راه ماشي شي واحد اللي غدوز عليه الدكاكه. دونك انت بالنسبه لك هي ازمه فكر صراحة. أزمة فكر، لأن الأغنية فيها جوج ديال الحوايج. علاش تيقول لك الأغاني بحال دابا ملي كتهضر مع شي مغني دار شي أغنية اللي فيها شي كلمات ماشي هما هذوك، وملي كتسولو كيقول لك أنا أغنيتي نجحات عندي 10 مليون 8 مليون ديال لي فيو. وراه المصائب كيتشوفوا، ديك تبغى مصيبة رشيد شو وجي تشوف شحال غتشوف. مصيبة رشيد رشيد شو زلق في الحمام وجي تشوف، هذا الشيء كيتشاف بزاف. المصايب كتشاف بزاف. الزوج يقتل زوجته وأبناءه، هادشي كيتشاف بزاف. تلقى وكاين شي مغني بلا ما نذكروا الاسماء اللي زعما واحد المغنيه اللي لا اله الا الله وتشافت بزاف لدرجه ان الناس كيشوفوها غير باش يضحكوا عليها. يعني ماشي معيار. واخا سيدي غندوز معك واحد الفقره اللي هي معروفه في البرنامج وانت كتعرفها مزيان. شنو هي الفقره ديال الهريسه؟ اي 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 واش ما عندكش مشكل في مع دابا مع الهريسه؟ لا كتعجبني الهريسه. كتعجبك الهريسه؟ واخا سيدي. شوف اسي عصام، يعني البرانسيب سامبل، غادي نسولك اسئله خصك تجاوبني جواب مباشر. متفقين؟ نبداو السؤال الاول. السؤال الاول كيقول شكون المجموعه اللي كتشوفها ناجحه من بين المجموعات التاليه في نظر عصام كمال؟ واحد فناير، مازاغون، اش كاين، ولا هوبا هوبا سبيريت؟ شكون اكثر مجموعه دارت يعني طاباج مزيان؟ هما كلهم مجموعات اللي عندهم مثلا هوبا هوبا سيت ان جروب تري اوريجينال. فناير من ناحيه التجديد في التراث يعني عطاو بزاف في الراب التقليدي. اش كاين تا هما جددوا في الخصوص اكثر واحد. ومازاغون جينا نشوفوا مثلا من ناحيه العدد ديال السهرات وهذا، يعني تنظن هي اللي حطمت رقم قياسي، يعني صعيب اختيار. شكون الفرقه رقم واحد هنا؟ تنظن مثلا بنسب المشاهده غادي نقول فناير. فناير. شكرا على الشجاعه ديالك والصراحه ديالك. خاص تسنيتي المجموعه اللي كنتي فيها انت يا دجا. الى طلب منك واحد من هاد الفنانين الشعبيين تغني معاه اغنيه، جا عندك وقال لك بغيتك تغني معايا، شكون تختار فيهم بصراحه؟ داودي، ستاتي، صنهاجي، ولا حجيب؟
نختار اللي ضحك. شكون؟ صناجي. هو صراحة والله إلا ديما ضحك. هذاك السيد ديما تنتلاقى به، ديما بشوش ومطلوق وفي واحد البراءة، واحد التلقائية اللي كتعجبني بزاف، ويحصل لي شرف كبير أنني نتعامل معاه. مليا ما غاتاكلش هريسة اليوم. إلا سولناك على الفنان حميد الحضري اللي عودك فرقة مازاغو، قلنا لك شكون الأحسن في الصوت والأداء، واش أنت ولا هو؟ ما يمكنش تجاوب على هذا السؤال. أنا هو تيغني شي حوايج أحسن مني، وأنا نقدر نغني مثلا شي حوايج أحسن منه. هو تيغني الأغنية الشمالية، طقطوقة، توسكي إسبانيول، غرناطي، الأندلسي. ما يمكنش تختار شنو فرقة هذه؟ ما يمكنش، بحال بغيتي تقارن مثلا الراية مع الكاس، ما جاتش، فهمتي؟ ما يمكنش. ولكن شوف، انا نفضل حميد على راسي. برافو عليك، لان ما كليتيش هريسه والطاجين ما تحلش، باش تاكد الجمهور بان الهريسه هذه. ولكن قلتي عزيزه عليك، تضرب شويه. انا ندق شويه هاك السيد غيره. الله طلع هريسه مزيانه هذه، لكن غير شويه هذه مصيبه بيدي. هذه نزيد شويه في الكاميرا باش تشوف غير هضرنا هريسه مزيان. سيدي بالصحه والراحه. قول لي يا عصام، كنعرفوا بانك تعزف على بزاف ديال الالات الموسيقيه، والغريب انك عمرك ما درستي الموسيقى. شنو السر في هذه القضيه؟ وتنظن الموهبه زعما ديال الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر. قالوا لي اول اله عزفتي بها هي هذه. واش فري؟ لا ماشي فري، ولكن كنت قصتها شي ايامات. وشنو كنتي كتعزف بها في الصغر؟ في الصغر كنت كنعزف بها داكشي ديال الصغر. علاش؟ فخير جاك. يلا ديرنا فخير جاك بهذه. يلا الله رشيد. عصام غادي نسولك اسئله وجاوبني بالزربه بالاغاني، وغادي نقول لك شنو الغلط اللي ارتكبتيه في حياتك وغنيتي عليه. يا قلبي هادي وتوبه دلت عليك المكتوبه. انت قلتي هادي وتوبه؟ ما عقلتش على شي حاجه بالضبط، يعني ما والو ما عرفت. ماشي مشكل، ندوزو. شنو القرار اللي قلتي عليه؟ والله نتبنى عليها وبقول لي واسمعيها غلطونه من عليها. وصراحه كنت غنيت واحد الاغنيه من التراث الشعبي، ومن بعد ندمت عليها، وزعما دابا اليومين هذا كون ما كرهتش نلقاها فشي بلاصه نمحيها نحيها من الانترنت. والله صور زياره. لما تقول عمرك قلتي مالي انا ما عندي زهر؟ لا صراحه لا، صراحه لا. لان شوف، الانسان في الحياه هبه من عند الله. يعني والرزق ديالو تيجي حتى لعندو، ومحاط بالناس اللي تيبغيو، والحمد لله وصل لواحد المستوى ديال النجاح اللي هو راضي عليه. يعني علاش؟ الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. عمرك شي جالس في الدار بوحدك وما لاقيش خدمه وما تسخط؟ ما تنسخطش على الوضع، ما تنسخطش على الحياه اللي انا عايش فيها، وهذا بالعكس انا راضي بالقضاء والقدر ديال مولانا. غير هو فاش كنت صغير كنت كنتمنى زعما نخرج باش نقرا الموسيقى، نمشي لفرنسا باش نقرا الموسيقى في اون ايكول دو جاز، ولكن والديا ما عندهمش لي مويان، دونك سو كيفي بقيت. ولكن وجاوني فرص من بعد انني نستقر برا، ولكن عمري ما بغيت. كنعرفوا عصام بان مؤخرا التحق بك في الفرقه واحد الفنان مغربي معروف اللي هو امير علي. وكنتي صرحتي شي وقيته بانه سبب من الاسباب، انت سبب من الاسباب باش رجع هو من امريكان.
المغرب. سي فغي وامير علي اللي تنحييو ولف الميريكان، ولف نمط العيش ديال الميريكان، ولكن فاش جا المغرب كانت وقعت واحد الحاجه، هو انه كنت في جوله مع المجموعه ديال المازاغون، وكان الفيورونيست سي بو حسين فلان كان ما مساليش، سوكي في عيطت للامير علي في التليفون وقلت له شوف راه محتاجينك ترومبلاسي فلان، وجاوب قال لنا مرحبا انا نمشي معكم. درنا واحد الجوله في المغرب في بلجيكا ورجعنا للمغرب وعجبوا الحال بزاف، يعني النظره ديالو تغيرت لدرجة أنه التي يفكر يعاود يرجع يستقر في المغرب. وفعلا هذا الشيء اللي وقع جو بونس مني رجع الأمريكان كيلكو موا وخرج من الخدمة ديالو وجمع الباليزة ورجع للبلاد. رجع للباليزة وهو جمع الباليزة من أكادير اليوم باش يكون حاضر معنا كضيف مفاجأة تصفيقات على أمير علي. مزال مرحبا بك، نهار كبير هذا. صافا الحمد لله. سي امير علي تصفيقات على امير علي. امير علي مرحبا بك في رشيد شو. ترحب بك الجنه ان شاء الله. نورتي البلاطو. الله ينورك. بارك الله عليك. الله يحفظك. طبعا عصام كامل انت من كتخدموا بجوج في نفس الفرقه. وكنعرفوا المعزه ديالك ليه والمعزه ديالو ليك، داكشي علاش قررنا اليوم انك تكون حاضر معنا في الحلقه ديالو. الله يطول عمرك. قلنا على عصام اللي نقول فيه ما ربما قليل في حقه كي تنقولوا. فعرفت عصام الموسيقي في الاول والفنان، وثانيا عرفت عصام الانسان، لان الصديق كتعرفوا في الحاره في الشده وفاش تكون بخير. الانسان اللي يعني عندي عده اصدقاء، منهم رشيد الوالي، منهم الحاج يونس، منهم عدد، ومنهم خويا وصديقي عصام كمال. فعصام كي كنقولوا بالانجليزيه، النهار خدمت معاه فجيت من الميريكان شفت البوتونسيال اللي فيه. اي بليف ان هيم بالانجليزيه، يعني ماشي تنحيل ولا شيء، ثقت فيه وعرفت شنو عنده. انا عرفت شنو عنده وعرفت هذاك السيد. قلت كانوا يلاف كانوا في البدايه ديالهم، تلاقيت معاهم في برنامج باقي عقل فعلى الاولى براكش اكسبريس، وجاوا الاخوان اللي معاه وداك الشيء باش تنصحنا اخويا باش تنصحنا. وعصام كان الراس الصغير كي تنقولوا، وكنت انا جاي من امريكا بسينجل جديد وكذا، فعرفتهم غادي يمشيوا بعيد لان قبطوا الشعبي وماشي تكرفصوا عليه كي تنقولوا، احترموا داك الطابع الشعبي وكذا. وتبارك الله ايزون ديفلوبي هذاك لا ميوزيك. فملي جيت تورنيت معاهم لقيتهم تبارك الله ولاو اقوى بزاف من اللي كانوا على 2005. وقلت لك الانسان الصادق اللي يعني انا وعصام الحره والحلوه كي تنقولوا. وسخن سبابك هو ترجعتي، هو اللي خرج عليا. هو اللي خرج عليك من القصي. هو من قبيله وتيقول الحاره والحلوه، ولكن علاش عطلتيها خويا؟ كون جيتي كليتي شويه الهريسه راه حاره. كانت الهريسه كانت الهريسه. بلاتي امير علي قلتي بانه هو اللي خرج عليك بصراحه دابا بدون لغه خشب. نعم. يعني انت خليتي واحد الخدمه في امريكان، كنتي خدام مزيان، عارف انك كنتي بواحد البوست مزيان وكنتي بخير وعلى خير. نعم. دخلتي للمغرب بواحد الرؤيه بحلم انك تشوف واحد الواقع مزيان فنيا وتخدم. نعم. مزيان. واش ما تصدمتيش بالواقع من بعد بصراحه؟ كانوا اكراهات، الكل تيعرفني يعني في الصحافه كنت نصرح خطره باغي نمشي في حالي. طال هذا الشيء كيوقع لاي واحد عاش اكثر من 20 عام في امريكا. عشت 26 عام. وكان حي الجالية من هذا المنبر اللي كيتفرجوا في رشيد شو دائما أصدقائي. ولدابا خليت بلاصة كبيرة كبيرة لدرجة لا تصور. اللي مشى لديزني تيقول لي راه كل شيء الجالية تيقول لكم اللي مشى علي صافي البافيون ماروكا مات أرتيستيكمون، وهذا افتخار بالنسبة لي. غادي نقول لك كانوا إكراهات، من بعد ولفت. علاش ولفت؟ ربي سبحانه وتعالى كتب لي
انا هذا العام غندير 50 عام الى طول ربي العمر. تزوجت مع الطل في 45 عام، رزقني ربي بنيه عندها عامين ونص، عامين وسبع شهور دابا اللي هي ليليا، اللي هي غيرت حياتي. واللي تنقول ملي ربي عطاني هذه الهديه ما ندمتش علاش جيت للمغرب. صافي لا مزيان سيدي، ما شوف دابا ما كرهناش تجيب عندك انت واحد البيولون سبيسيال. اييه انا غنطلب من فاطمه الزهراء تدخلوا لينا. عندك واحد اخر؟ عندي بزاف، عندي دجاجة الخشب ديال عندي انواع. مزيان ما كرهناش تسمعنا انت وعصام شي حاجه من اختياركم، شنو تسمعونا؟ ايوا الجمهور تيعرف جو بونس دنيا وخصهم يغنيوها معنا. يلا دنيا حافظينها وهي ان شاء الله اللي نعزفوا لهم. يلا سير الله نسمعوا دنيا مع عصام كمال وامير علي. السلام عليكم. يا سلام. بغيت نقول لك واحد السر هذا الكمان. قول لي يا خويا. افتخر كاول مغربي هذه الشركه معروفه في امريكا، واول عربي ومغربي اختاروه سبونسور في لو سيت دي سبونسورين تيصيفطوهم لي كل سنه، شركه كبيره، وافتخر كمغربي انني سبونسور ديالي هما جاوا طلبوني عافاك عزفنا كمان جاتنا. انا كنت بغيت ندخل معاكم بهذه انتم تغني وانا سير اخويا سير. ناري ناري قلتي للجمهور بعدا على الجينيريك. بلاتي مازال بلاتي واش في راسكم بان امير علي هو اللي تيقول في بدايه ديال كل حلقه الصوت ديالو رشيد. ليديز اند جنتلمان، بويز اند جيرلز، اند ناو ويلكم تو ذا رشيد شو. هذه حصريه للجمهور، يمكن ما كانش عارفه بان امير علي هو صاحب، هو اللي دار التسجيل ديال الصوت تبارك الله عليه. غادي نعاودوا الدي جي سمعنا الدخله وتبارك الله عليك يعني. وبزاف الناس كيسولوني كيقول لي اشكون، انا ما بغيتش نحرق المفاجاه تكون معنا. بزاف الجمهور كيقول لنا شكون اللي تيقول ديك رشيد شو. Ladies and gentlemen, welcome to the one and only Rashid Show! Amir Ali, قبل ما تغادرنا نبغيك تقول كلمة للجمهور اللي كيبغيك واللي كيحبك، شنو تقول لهم قدام هاد الكاميرا هادي؟ كنقول للجمهور المغربي داخل وخارج الوطن كنحبكم وكنموت عليكم، وراه ما نعستش كلشي كيسولني على الجديد. الجديد ها اللي دالي وقتي، راه جيت مع 13 اغنيه ولكن راه خدامين في ارونجمون، والجديد جاي على بنتي ليليا واغنيه من مدينه مكناس، اهداء للوطن والمغرب وجلاله الملك اللي كنموتوا عليه، وغتكون اونديو ان شاء الله مع اش كاين. تبارك الله عليك. عصام وي غادي نمروا حالا الفقرة ديال الصراحه. مستعد؟ مستعد. يلا
البعض كيتهمك عصام من بعد انفصالك على الفرقه ديال مازاغو بان السبب الرئيسي هو الطمع، هو ان عصام بغى ياخذ كل شيء بوحده. شنو ردك على هذه القضيه؟ هاد الهضره ما تنعتبرهاش الصراحه، لان تنظن الناس اللي تيعرفوا عصام كمال عارفين بانه انسان ماشي مادي بتاتا، واللي ديالو ماشي ديالو، ديال الناس. وتنظن ان الاعضاء ديال الفرقه ديال مازاغون يقدروا يكونفيرميو هذه الهضره، هذه ممكن تستجوبوهم. بالعكس هذا الشيء ما كاينش. واش عصام كمال ملي كان مدير مهرجان جوهره لمده 3 سنوات واش عمره ما خدا شي هدايا ولا اموال باش يتوسط لشي فنان يدوزو في المهرجان؟ ابدا 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 نهائيا. علاش كاين شي اشاعه زعما في هذا الشيء؟ حنا اي حاجه كنسمعوها كنحاولوا نطرحوها عليك، ولكن سؤال فقط. هو هذاك المنصب صراحه انا خلق لي غير مشاكل مع الفنانين اللي هما اصدقاء، لان بعض المرات بحكم لي بوزوان ديال ليديسيون ديال المهرجان خاصك تجيب هذا الفنان وما تجيبش هذا الفنان، تجيب هذا وما تجيبش هذا، ولو بجوج مثلا في نفس الستيل. وهذا خلق لي حزازات مع بعض الفنانين اللي تيقول لك علاش ما جبتينيش، علاش ما يمكنش دير جميع الفنانين في نفس السنه. هذه اول حاجه. وعاوتاني المهرجان عنده واحد التوجه، ما يمكنش تجيب جميع الفنانين من كاع لي ستيل في مهرجان اللي هو عنده واحد الخصوصيه ديالو. دونك بتاتا بالعكس انا كنت كنضحي بوقتي واصلا التعويض المادي اللي كان في هذاك المنصب ما كانش شي تعويض كبير، وهذا خدمه للمدينه اللي تبنتني، اللي هي مدينه جديده وكبرتني، واللي حبا فيها كنت سميت المجموعه ديالي مازاغون، لان هو الاسم القديم ديال مدينه جديده. يعني ماشي من بعد التضحيات كامله غادي، العكس. وتنخاف الله سبحانه وتعالى، يعني الا شديتي شي حاجه اليوم غدا قدام الله غتشهد عليك. هذا الشيء اللي كاين. عصام كمال واش يقدر يغني في كباري؟ غنيت في كباري ولكن ما باقيش غنعاودها سنين هذه باش احبس هذه المساله هذه. ماشي بزاف، جوج مرات اللي درتها وما بقيتش عاودتها وعمري ما غنعاودها. تصفيقات لعصام كمال. عصام وصلنا لاخر فقره في البرنامج اللي هي فقره ديال التحدي. التحدي اللي غنعطيوك عنده علاقه بك، عنده علاقه بشي حاجه انت كتميتريزيها مزيان. غادي نشوفوا التحدي ديالك حالا ونتلاقى. عصام باعتبار انك انت كتميتريزي بزاف ديال لي زانسترومون، حنا بغينا نديروك التحدي باش نختبروا فعلا واش انت عندك مع كاع هاد لي زانسترومون. شحال جبنا لك؟ راه شويه، راه ماشي بزاف. وحنا غنشوف غادي يعاود لكم، واقيلا راه بقى تيمجد فيا، راه كنقيس شويه بقى كيصبغ. حنا غنكتشفوك اليوم. عندنا لاباتخي، عندنا الدربوكه، عندنا القراقب، عندنا العود، عندنا الموندولين، عندنا الطريجه، البندير، البيانو والهارمونيكا. هادشي كامل غنجربوك، ولكن شنو هو البرينسيب؟ غتسمع الموسيقى وخصك تعود نفس الموسيقى اللي سمعتي بالانسترومون. صامخش. واي تصويره شفتي ديال الانسترومون خصك تمشي تجري تعزف فيها. متفقين؟ صامخش. تصفيقات على عصام كمال. وحالا نسمعوا اول مقطع. خصك تعزف نفس المقطع بلا هارمونيكا. يلا هذه عقوبات. وصفكم انا شويه.